الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد وأربيل. وقال مصدر مالي إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت صباح اليوم 147,650 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت أسعار الدولار أمس 147,800 دينار مقابل كل 100 دولار. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 147,725 دينارا لكل 100 دولار، أما الشراء بواقع 147,400 دينار لكل 100 دولار. قال خبراء اقتصاديون إن الوضع الاقتصادي المتردي في العراق يدل على سوء الإدارة، وأشار الخبراء إلى أنه لا توجد في العراق إدارة اقتصادية واضحة، لافتين إلى أن الورقة البيضاء التي أعلنتها الحكومة زادت الوضع سوءا، وتوقع أن تشهد أسعار الصرف أو أسعار النفط ارتفاعا، حيث يصل سعر البرميل الواحد إلى 100 دولار. كما أوضح الخبراء أن هذه الأزمة سببها سوء الإدارة الاقتصادية، وأن العراق لديه أموال لكن شعبه يعاني من سوء الإدارة والفساد المتمثلة في الرواتب الكبيرة لبعض الفئات المتنفذة. أكدت هيئة النزاهة مواصلتها تدقيق أولويات السلف الممنوحة من قبل مجالس المحافظات المنحلة التي لم تتم تسويتها. وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بأن مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيئة قام بإجراء التحري والتدقيق في 100 قضية جزائية تتعلق بعدم إجراء التسوية للسلف المصروفة من قبل مجلس المحافظة، مبينة أن عمليات التحري والتدقيق التي أجراها المكتب قادت إلى ضبط أصل مستندات السلف المصروفة من قبل قسم الحسابات في مجلس المحافظة. وأكدت أن مبالغ تلك السلف وصلت إلى أكثر من مليار دينار تم منحها إلى فئات مختلفة من أعضاء مجلس المحافظة ودوائر الدولة وشخصيات عامة وغيرها. أعلنت مصر تعاونها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مختلف المجالات بما في ذلك التنمية المستدامة والتحول الرقمي. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن التعاون بين المنظمة ومصر سيكون في مجالات النمو الاقتصادي المستدام والابتكار والتحول الرقمي وإحصاءات الحوكمة ومكافحة الفساد، وأخيرا وليس آخرا التنمية المستدامة. وأضاف أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية حاليا لمبادئ الاقتصاد الأخضر والمرونة في مواجهة تغير المناخ. قررت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية إلغاء الرخصة الممنوحة لشركة تشاينا تيلكوم للعمل في الولايات المتحدة، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وقالت اللجنة إن الشركة تخضع للاستغلال والتأثير والسيطرة من قبل الحكومة الصينية، ومن المرجح جدا أن تجبر على الامتثال لطلبات الحكومة الصينية دون إجراءات قانونية كافية ودون أن تخضع لرقابة قضائية مستقلة. وأضافت أن ملكية الحكومة الصينية وسيطرتها تثير مخاطر كبيرة على الأمن القومي وإنفاذ القانون من خلال توفير إمكانية الوصول إلى الاتصالات الأمريكية وتخزينها وتعطيلها وإساءة توجيهها. ختام الموجز، إلى اللقاء.